غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو، حكمي لاتصالكم بقناة الحرية، صوت من ليس له صوت لتصل محبة المسيح للعالم. من فضلكم ترك اسم والرسالة أو تنبت الصلاة، وسيتصل بكم أحد خدام القناة في أسرع وقت ممكن، والرب يبارككم. Please leave your message after the tone. When done, hang up or press the pound key. أهلا وسهلا معاكم الشيخ أسامة عبد الله من برنامج البلطوك من غرفة مسلم كريستيان ديالوج الحوار الإسلامي المسيحي. أنا صراحة مش عاوز الخدام، بصراحة أنا عاوز البابا تواضرس نفسه. أنا البابا تواضرس اتصلت عليه 3 مرات أسأله أسئلة في المسيحية وهرب منها. المرة الأولى قال لي هي دي مكالمة سليمة، المرة الثانية كذب وقال إن هو السكرتارية وقال مش هرد عليك عشان تسجل لي، المرة الثالثة كان السكرتير بتاعه كذب وقال النمرة غلط. فهل البابا يستطيع أن يناظر في أسمة الكتاب المقدس؟ وإذا كان البابا غير قادر على المناظرة، هل في شخص في الكنيسة المصرية عنده قدرة على المناظرة في أسمة الكتاب المقدس؟ أتصل بكم مرة تانية، ريت تبلغونا. مع ألف سلامة. معنا الأوام مباشرة الآن قناة الحرية، وهي قناة عطية تتبع الكنيسة الأرثوذكسية. قناة الحرية قناة عطية تتبع الكنيسة الأرثوذكسية مصر. اللي بعده. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك. الحمد لله باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.